نتابع معكم أعزائي الطلاب الجزء الثاني من درس الأرض وأغلفتها، الغلاف الجوي. يعتقد العلماء أن الأرض كانت ساخنة جدا وتحتوي الكثير من الغازات والأبخرة، وثم تعرضت لعمليات حيوية متعددة أدت إلى تبردها، فنشأت المعادن والصخور مكونة الغلاف اليابس، ثم تكاثفت بعض الغازات فشكلت الغلاف المائي، وقسم بقي على شكل غازات وشكل الغلاف الجوي. أما البراكين فقد أضافت أثناء تبخرها العديد من الغازات للغلاف الجوي. الغلاف الجوي، هل تعلم أن درجة الحرارة تنخفض بمقدار 6.5 درجة مئوية كلما ارتفعنا 1 كيلومتر في الغلاف الجوي؟ الغلاف الجوي يتكون من خليط من الغازات، أي الهواء. الهواء هو خليط من الغازات، وهي غاز الأكسجين بنسبة 21%، غاز النيتروجين بنسبة 78%، وغاز ثنائي أكسيد الكربون مع بخار الماء، وغازات أخرى خاملة أو نادرة تدعى بنسبة 1%. طبعا غاز الأكسجين ضروري جدا لتنفس الأحياء، غاز النيتروجين ضروري جدا لإيقاف الحرائق، وأيضا يدخل في تركيب الكائنات الحية. أما غاز ثنائي أكسيد الكربون فهو ضروري جدا للنباتات الخضراء، حيث تقوم بعملية التركيب الضوئي من خلال أخذها لغاز ثنائي أكسيد الكربون من الهواء. أيضا إذا زادت نسبة غاز ثنائي أكسيد الكربون إلى نسبة عالية في الجو، يؤدي ذلك إلى ظاهرة الاحتباس الحراري. إذن الهواء خليط من الغازات، النسبة الأعلى لغازي الأكسجين والنيتروجين، حيث أن الأكسجين شكل 21%، أما النيتروجين فشكل 78%. سنتعرف الآن على طبقات الغلاف الجوي. طبقات الغلاف الجوي هي أولا التروبوسفير، ثانيا الستراتوسفير، ثالثا الميزوسفير، رابعا الثرموسفير. لا يوجد حدود فاصلة بين هذه الطبقات، ولكنها متداخلة مع بعضها البعض. نبدأ بمميزات كل طبقة. الطبقة الأولى التروبوسفير، وهي الطبقة التي تصلح للحياة بسبب ميزاتها، تمتد حوالي 16 كيلومتر عن سطح الأرض، تتميز بكثافتها العالية وبوجود نسبة عالية من غاز ثنائي أكسيد الكربون وبخار الماء، وتحدث فيها تقلبات جوية. إذن كما قلنا هي تصلح للحياة. أما الستراتوسفير تمتد من 16 إلى 48 كيلومتر، ينعدم فيها بخار الماء، وتكون درجة الحرارة منخفضة في قسمها السفلي وترتفع مع زيادة الحرارة. إذن وكلما ارتفعت الطبقات تزداد درجة الحرارة. تصلح هذه الطبقة للطيران لأنها خالية من العواصف وحركة الهواء فيها أفقية، وأيضا تسمى هذه الطبقة بالطبقة الواقية لأنها تحتوي على نسبة عالية من غاز الأوزون الذي يعمل على امتصاص الأشعة فوق البنفسجية الضارة والإشعاعات الكونية الضارة أيضا. إذن هذه طبقة الستراتوسفير. ننتقل إلى الميزوسفير التي تمتد حوالي 80 كيلومتر عن سطح الأرض، تنخفض فيها درجة الحرارة إلى ما دون ناقص 100 درجة مئوية، وتعتبر أبرد طبقة من طبقات الغلاف الجوي. أما الثرموسفير، الطبقة الأخيرة من طبقات الغلاف الجوي، فهي تمتد من 80 إلى 600 كيلومتر عن سطح الأرض، تتميز بارتفاع شديد لدرجة الحرارة يصل إلى 600 درجة مئوية. وتقسم الثرموسفير إلى قسمان، هما الإيونوسفير أو تدعى الطبقة الشاردية، وأيضا الإكسوسفير. أولا الإيونوسفير، الطبقة الشاردية، تمتاز هذه الطبقة بأنها تتشارد فيها الجزيئات بتأثير الإشعاع الشمسي، ولهذه الشوارد تأثير كهربائي على موجات الراديو فتسبب انعكاسها باتجاه الأرض. ترتفع طبقة الإيونوسفير في الليل، لذلك نفسر استقبال محطات إذاعة في الليل أكثر من النهار. أما طبقة الإكسوسفير وهي التي تشكل القسم العلوي من الثرموسفير، تكون كثافة الهواء فيها قليلة والمسافات بين الجزيئات كبيرة حتى لا تكاد تصطدم ببعضها، فتشكل ما يدعى الفراغ، حيث أنها تدور فيها الأقمار الصناعية وسفن الفضاء.